أهلنا في يافا واللد والرمل السلام عليكم. نحن أمام تحدي آخر تفرض علينا شركة الإسكان هاميدار. وعمليا هي الشركة اللي مسؤولة على عدد كبير جدا من بيوتنا إحنا العرب في مدينة يافا وأيضا في اللد وفي الرمل وفي أماكن أخرى كثيرة. دولة إسرائيل مع سياسات الخصخصة اللي بيقودها بنيامين نتنياهو تعمل على تصفية أملاك الغائبين أو البيوت اللي تم سرقتها بعد النكبة منذ منتصف التسعينات، وكان هناك عدة حملات لشركة العمدار. هاي الشركة كل مرة تختبرنا أو تضعنا تحت الامتحان من أول وجديد. إذا بيكون في مقاومة لهاي السياسات العنصرية هاي السياسات بتتوقف. إذا إحنا ما بنتنظم وبنتركهم يعملوا اللي هم بدهم إياه هاي السياسات ستستمر وسيكون لها عواقب وخيمة جدا على مجتمعنا بيافا ومن ثم في باقي الأماكن. المطلوب بدت مجموعة من الأهل بقيادة رمز أبو طالب رئيس لجنة الحي في العجم والجبلية وبعض الإخوة في الحركة الإسلامية الجنوبية وبعض النشطاء بدأنا نتنظم مع عبد أبو شهادة عضو المجلس البلدي وأمير بدران. سينضم عدد كبير جدا من القيادات والنشطاء لقيادة هاي المعركة. حاليا القرار هو أن تكون هناك تظاهرة رفع شعارات وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة مباشرة أمام بوزا أندريب شارع يافت 142. نتوجه إلى جميع الأهل في يافا وكل من تهم يافا أن ينضم إلى هذه الوقفة الاحتجاجية لكي نوصل صوتا واضحا ضد هذه السياسات وضد محاولة تصفية الأملاك وضد محاولة تهجير السكان أو نقل السكان العرب إلى بعض المبادرين ورجال أعمال لا نعرف ما هي سياساتهم. هدفنا أن نوقف سياسة العميدة على أساس نقدر نوقف هاي السياسة. بدنا نوقف كل يتنا وقفة رجل واحد في مدينة يافا. كل ما كنا أكثر بوصل صوتنا أعلى. فأنا أتوجه إلى الجميع أن نحضر إلى الوقفة الاحتجاجية في مدينة يافا يوم الجمعة بعد صلاة الظهر. نساء ورجال أطفال وكبار كل أهالي يافا وكل من يحب يافا أن ينضم إلى هذه الوقفة الاحتجاجية. والسلام عليكم.